الأستاذ عبد المنعم مدبولي أو كما نعرفه باسم بابا عبده هو أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. رجل مهول مهول. حظي الجيد العظيم الرائع إن أنا قابلت الأستاذ عبد المنعم مدبولي مرة واحدة بس في حياتي. كنت أتمنى أقابله كتير جداً، ولكن كان حظي حلو ان انا قابلته. وقابلته لان ربنا بيسبب الاسباب في مكتب امي الروحيه زي ما بتقال استاذتي واللي علمتني الله يرحمها يا رب، الاعلاميه العظيمه والاذاعيه الشهيره استاذه صديقه حياتي الله يرحمك. فكنت انا داخل لها المكتب وانا يعني هي كانت تعتبرني زي يوسف ابنها، لأن طبعا ابنها يوسف الشهير يوسف ألطاي، وكانت تعتبرني يعني زي ابنها كده، وكمان اسمي يوسف. فأنا عندي شغل ما عنديش شغل، أنا رايح الأستاذة صديق. خبطت المكتب، دخلت، عملت كده، لأن أنا لقيت الأستاذ عبد المنعم مدبولي في مكتب أستاذ صديق. قال أنا آسف يا فندم، ورحت راجع. قالت لي لا اتفضل يا ابني، ونصا قالت كده، قالت له يا بابا عبده أنا عايز أعرفك على ابني البكري يوسف. فابتسم في هدوء ووقار شديد، وابتسامة بقدر هدوءها بقدر أيضا حزمها. فسلمت عليه، أنا متشرف بمقابلة سيادة حضرتك يا فندم. قال لي أهلا وسهلا. بالظبط كده كانت أستاذة صديقة قاعدة على المكتب، هنا كان الأستاذ عبد المنعم مدبولي وده الباب. فأنا دخلت كده، وطبعا احتراما لهذه الجلسة أو هذا الاجتماع أو هذا اللقاء، ففي زي كنبة صغيرة كده كانت ورا الكرسي بتاع أستاذ عبد المنعم مدبولي. فرحت رايح قاعد على الكنبة في هدوء، باعتبار أن أستاذ صديق الله يرحمه رب الله يرحمه جميعا سمحت لي بالدخول في هدوء وصمت. 10 دقايق أستاذ صديقة قالت لي مش عاوز تتكلم مع بابا عبده يا يوسف. فضحكت وسكت. قالت لي انت مكسوف؟ قلت لها انا مش بس مكسوف، انا مذهول متفاجئ فرحان، وفي نفس الوقت انا طبعا مش عايز اقطع الحديث. انا بقى في قرارة نفسي انا كنت مخضوض. شخصية فريدة جدا. خليني اخد معايا على التليفون استاذ محمد شوقي الكاتب والمؤرخ الفني. اهلا 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 وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. عامل ايه يا استاذ محمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب ربنا يخليك يا رب. عبد المنعم مدبولي الله يرحمه انا وصفته باعتباره اسطوره حقيقيه، اسطوره في تاريخ المسرح المصري، اسطوره في تاريخ الدراما المصريه، اسطوره في تاريخ السينما المصريه، كصانع كمان. مش يعني عشان الناس ممكن تبقى دايما متصورة انه الفنان الممثل الكبير المهول العظيم عبد المنعم مدبولي هو مخرج وصانع ومكتشف مواهب الى اخره، صح؟ طبعا زي ما حضرتك قلت يا استاذ يوسف، هو الاستاذ الكبير عبد المنعم مدبولي هو اسطورة، اسطورة فنية متكاملة، سواء في السينما وفي المسرح وفي الاذاعة وفي الدراما. يعني يعني الاستاذ الكبير عبد المنعم مدبولي قدر يقدم امتداد كبير قوي للعملاق نجيب الريحاني، يعني اذا جاز لي هذا التعبير. لان عبد المنعم مدبولي ما كانش زي ما حضرتك اشرت طبعا، ما كانش مجرد ممثل مسرحي او ممثل كوميدي، ده كان يعني مخرج ومؤلف ومكتشف نجوم. صح. لك ان تتخيل يا استاذ يوسف ان الاستاذ عبد المنعم مدبولي اكتشف مين؟ يعني قدم من المسرح عمالقه الزعيم عادل امام في مسرحيه انا وهو وهي. صح. هو اللي قدمه للفنان الكبير فؤاد المهندس في دور صغير في بدايه حياته. هو اللي اقنع الفنانه الكبيره سهير البدري بانها تكون ممثله كوميديه، وخرجها من عباءه المسرح القومي عشان تصبح واحده من افضل نجمات الكوميديا في تاريخنا كله. الله يرحمها يا رب. الى جانب قدم مين في مسرحيتها؟ له شلبي، سعيد صالح، ومحمد صبحي، واحمد زكي. صح. يعني حتى في مسرحيه لوكانده الفردوس، حتى لو حضرتك تتذكر البنات اللي كانوا مع امين الهنيدي. ايوه. بنات بابا بالظبط. كانوا مين؟ كانوا هاله فاخر، وفي بنت في النص ما اتشهرتش فيما بعد، يعني هاله فاخر وبوسي ونوره. ايوه.
وكان في ايضا في المسرحيه الفنان الكبير الاستاذ صلاح السعداني. طبعا يعني شوف الاسماء، اسماء عظيمه، اسماء كبيره جدا قدمها الاستاذ الكبير عبد المنعم مدبولي. وعايز اقول كمان حاجه يا استاذ يوسف، ان عبد المنعم مدبولي يكاد يكون المخرج المسرحي الوحيد اللي كان مخرج شباك، اسمه لوحده يجيب الناس دايما، الاسم اسم البطل، اسم البطله او المجموعه كلها الخاصه بممثلين، لكن الوحيد ما حتى كان اسمه كمخرج دايما اسم المخرج بيتكتب في الاخر يعني على افيشات العرض او افيشات المسرح، لكن دا كان دايما مسرحيه من اخراج عبد المنعم مدبولي. تخيل حضرتك على افيشات الافيشات المسرح الافيشات المسرحيات، وده ان دل على شيء بيدل على انه اسمه لوحده بيجذب الجمهور حتى لو كان مخرج مش بطل في العرض. عارف انا كمان كان يلفت نظري جدا، ويمكن ده انا بعد كده فهمته، لان انا لقيت استاذ عبد المنعم شخص جاد جدا وحازم جدا الله يرحمه جدا، ويمكن دي كانت جلستي الوحيده معاه واللي اسعدني بيها الحظ. بابا عبده ما كانش بس بيمثل كوميدي، بابا عبده ليه ادوار تقلق، وهنا تشوف عظمه الاداء. يعني كان ليه مشهد مع سعاد حسني يخوف، مع انه ما حاولش يبدو بشكل الشرير التقليدي، وهو قاعد عمال بيساومها على انه يعني تخلي عادل امام يسكت وهي ما تعملش قضايا وما تعملش هوسه ماذا والا. ده مشهد ما فيهوش كوميديا على الاطلاق. هو زي ما حضرتك اشرت يا استاذ يوسف، هو عبد المنعم مدبولي ايضا الكوميديان الذي ابكى الجميع. لك ان تتخيل يا استاذ يوسف ان عبد المنعم مدبولي ابكى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب بعد ما غنى اغنيه طيب يا صبر طيب، صبر طيب، في فيلم مولد يا دنيا سنه 76، وهذا الفيلم من انتاج صوت الفن اللي كان في طبعا اللي كان بيمتلكها محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير. فابكى اتفاجا بان ده اداء، مش ده اداء كوميدي، ده مش ممثل كوميدي خالص. هو ابدع ايضا في التراجيدي من خلال مولد يا دنيا، من خلال احنا بتوع الاتوبيس، من خلال الحب في الزنزانه زي ما حضرتك اشرت فيلم سعاد حسني وعادل امام، ايضا من خلال دوره العبقري في مسلسل الشارع الجديد اخراج المخرج الكبير محمد فاضل اللي كان قايم بدور عبقري، يعني دور ماساوي وميليو دراما، يعني من اهم الادوار اللي قدمها، يعني هو ابدع في الميليو دراما كما ابدع في الكوميديا. الى جانب اعماله في الاطفال، اعماله اللي قدمها للاطفال يا استاذ يوسف، يعني مش ممكن ننسى ابدا يعني الاغاني اللي تربينا عليها، ان 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 والشاطر، كان في واد اسمه الشاطر عمرو، طبعا وتوت توت قطر زغنطوط، طبعا واغنيه السبوع في فيلم الخطيب، يعني والفوازير اللي عملها، فوازير جده عبده زرع ارضه، جد عبده رحمه كتابته، وكمان في اعياد الطفوله كان قاسم مشترك مع الفنانه طفاء ابو سعود. أيوة. في حفلات اعياد الطفوله الشمس البرتقاني عليها ليا سنه، ايوه الشمس البرتقاني عليها سنه، وعمل شريط للاطفال، يعني هو اصدر، يعني اصدر شريط خاص للاطفال، يعني هو اصدر شريطين، شريط الاغاني اللي كان بيقدمها فيها، شريط طيب يا صبر طيب يا صبر طيب، انتجوا له مخصوص الموسيقار محمد عبد الوهاب في شركه صوت الفن، وشريط اخر شريط خاص بالاطفال للاغاني الاطفال اللي قدمها. ويعني هو كان متعدد المواهب، ممثل ومؤلف ومخرج ومغني وللاطفال وللكبار وممثل كوميدي وممثل بيليو دراما، يعني ومكتشف وصانع نجوم، هو كان اسطوره متكامله في جميع المجالات الفنيه. انا بظن، صححني برضو، انا بظن ان استاذ عبد المنعم مدبولي كان هو الوحيد اللي عنده مدرسه بدءا من جيله، يعني بالتاكيد انه الريحاني عنده مدرسه، بس كلمه مدبوليزم الازم دي ما اتحطتش مع اسم غير مدبولي، مع انه في نجوم كتير وفي مدارس كبيره كتير، بس الاي اس ام دي ما اتحطتش غير لعبد المنعم مدبولي. بالظبط يا استاذ يوسف، كما قلت لحضرتك في البدايه ان هو فعلا يعد الكوميديان الثاني او المدرسه الثانيه بعد نجيب الريحاني العملاق الكبير الفيلسوف الضحك
يوسف نجيب الريحاني، لان نجيب الريحاني اساسا يعني هو كل هؤلاء النجوم خرجت من عباءه نجيب الريحاني، سواء كان عبد المنعم مدبولي او فؤاد المهندس ومحمد عوض وامين الهنيدي، كل هؤلاء الكوميديانات فيما بعد كلهم خرجوا من عباءه نجيب الريحاني، لكن عبد المنعم مدبولي تميز عن كل ده او تفرد عن كل هؤلاء الاسماء العظيمه ان هو عمل مدرسه. هو اخرج، تخيل حضرتك، اخرج لمسرح اسماعيل ياسين، واخر لما السيده ميري منيب كونت فرقه الوحيده بعد استقلالها بفرقه الريحاني اخرج لها ايضا مسرحيه، وفي المسرح الحر والمسرح الحديث ومسرح التلفزيون وفرقه الفنانين المتحدين، يعني هو كان جميع المسرحيات او تقريبا 90% من المسرحيات اللي احنا حبيناها وتربينا عليها وعشناها اخراج عبد المنعم مدبولي. نمرة اتنين يكسب، مطرب العواطف، مطار الحب، لوكاندة الفردوس، انا وهو هي سكرتير، يعني كل الاسماء المسرحيات العظيمه اللي احنا اتربينا عليها في الستينات وما بعد الستينات هي اخراج عبد المنعم مدبولي او تاليفه او بطولته. يعني هو كان مدرسه كبيره جدا في كل شيء، هو تميز ونجح وتالق في كل شيء قدمه، عشان كده اسمه سيظل اسطوره من اساطير فن الكوميديا التي لن تتكرر. مما لا شك فيه. انا بشكرك جدا 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 كاتبنا ومؤرخنا الفني الكبير استاذ محمد شوقي، نورتني وشرفتني، وببقى مبسوط قوي لما يعني بنتكلم عن القامات والقيم الكبيره جدا. هقول لكم ايه تاني؟ هو ده جزء من ارثك، ميراثك، نعمه ربنا عليك. المصريين